الله يمين مش شمال. بالمناسبه بقى انت حضرتك طلعت وقلت حضرتك طلعت وانا عارف انك قاعد دلوقتي بتتفرج وبتضحك، طلعت وقلت ان انا كم لميت ايه 45,000 عضو جم جددوا. من فضلك يا استاذ لو سمحت اعمل لايك وبتاع، علشان هو دلوقتي هيرفع سماعه التليفون على الناس، الواد ده لازم يسكت، مش عايز اسمع صوت الواد ده تاني، هو هيبقى ده الله يحسن. فمن فضل حضرتك لو سمحت اعمل لايك علشان الفيديو ده يثبت من الناس الهجوم اللي علينا ده بعد اذنك. فالنهارده معاليك، النهارده معاليك طلعت اتكلمت وقلت ان 45,000 عضويه في نادي الزمالك هما اللي جم سددوا الاشتراكات. طب النهارده كام في الشهر؟ انا برضو بقول لك يعني يا معالي المستشار، من فضل حضرتك لو سمحت يا فندم، بليز 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 احترم عقلي، بليز ما تودينيش في سكه يعني. وانت بتطلع بالتصريح من فضل حضرتك لو سمحت اتكلم بالمنطق واللي بيقبله عادي. 45,000 عضو من نادي الزمالك جم سددوا اشتراكات من يوم 1 يونيو لغايه النهارده 22، يعني بمعدل 2000 عضو كل يوم. لو انت بتشتغل من الساعه 8 الصبح لغايه الساعه 6 المغرب، يعني انت بتشتغل 10 ساعات، يعني في الساعه ده حسبه صغيره، يعني انت كده لامم 45 مليون جنيه. لو المتوسط 1000 جنيه بحسبه صغيره، الكلام ده مش مقبول، الكلام ده كده مش مقبول. ليه مش مقبول؟ نحسبها مع بعض حسبه صغيره. هو قال 45,000 عضويه، صح؟ صح. في كام يوم شغل؟ امبارح 21 يوم شغل، صح؟ يعني كل يوم كام؟ حوالي 2000 عضو. حوالي 2000 عضو. 2000 في 21 يوم هيعملوا 40,000. ماشي؟ 2000 عضو في اليوم، ده متوسط. لو انا بتشتغل 10 ساعات، لان الحظر الساعه 8، فالناس دي عشان تقفل هتقفل على الاقل الساعه 6، هتفتح 8 الصبح يا سيدي، مش هقول لك 9 ولا 10، هقول لك تفتح 8 الصبح. يعني هتشتغل من 8 الصبح ل 6 المغرب، يعني 10 ساعات كامله. على ال 2000 عضو يبقى كل ساعه فيها كام عضو يا عم لؤي؟ 200 عضو في الساعه، يعني في الدقيقة 3.5 عضو. في الدقيقة 3.5 عضو في الساعة. هتقول لي ايه النص ده؟ هقول لك 3 كبار وعيل صغير كده جاي بيدفع النص. يلا. طبعا مش منطق. مش منطق. وانما هو المنطق ايه بقى؟ ما احنا قلنا ايه امبارح؟ هيبقى فيه المداخلة. النهاردة هيبقى فيه التوضيح بتاعها. ولا انا غلطان؟ طب نقول الصح بتاعها، نقول الصح بتاعها. ايه الصح بتاعها؟ الصح بتاعها ان ال 45,000 دول اللي هم ال 45 مليون جنيه دول اللي هو قالهم اشرف صبحي، اللي هم كادوه وغزوه وضايقوه، ان لما طلع اشرف صبحي قال لك في نادي اول يوم جمع 40 مليون جنيه، وهو طلع في المداخله قبل كده من كام يوم قال لك ازاي يا عم الكلام ده، وقول لي النادي ده مين ومش ده النادي الاهلي. ده النادي الاهلي. جمع كده. ليه جمع كده؟ هو قال لك وازاي ويعني كده يعني 40,000 عضو راحوا في يوم وبتاع. لا. النادي الاهلي احترم اعضائه. النادي الاهلي بيجدد عن طريق الاونلاين. النادي الاهلي العضو وهو قاعد معزز مكرم في بيته، معزز مكرم في بيته، لا متهان في حار ولا نازل تحت ضغط ارهاب الغرام، بيجدد على النت. فيجمع 40 يجمع 40 و50 و60 مليون كمان في يوم. طبعا انا قاعد على النت بفتح اونلاين، بخش برقم العضويه بتاعتي، شغلي مسجل، كريدت كارد ادفع، او اذا كنت عامل حساب في فوي ولا مش عارف ايه ادفع، سلام عليكم، عليكم السلام، خلصت الليله ومعايا القصه، انتهت الليله على كده. ولا بقى في
تباعد اجتماعي ولا شماسي ولا حر ولا ناس بقى يا عيني مستأذنة علشان خايفين من ال 300 جنيه عليه و 300 جنيه على مراته، وادي 600 زائد ال 1000 اللي انت ارهبت بيهم الناس. لا، احترم اعضاءه واحترم ناسه، احترم اعضاءه واحترم ناسه، ما داش على اعضائه، ما خوفهمش، ما ارهبهمش، ما حطش عليهم غرامات موجوده في اللائحه نزلتها لكم. ماشي ولا مش ماشي؟ فبالتالي يعني يجمع 40 مليون. اه طبعا يجمع 40 مليون، هو دوت الاصل فين في الموضوع. ارقام الحقيقيه ان شاء الله هكلم العصفوره بكره او بعده ان شاء الله باذن الله، تحاول تجيب لنا الرقم الحقيقي بتاع الاشتراكات باذن الله. هكلم العصفوره بكره او بعده باذن الله تجيب لنا الرقم الحقيقي بتاع الايه، بتاع الاشتراكات. اخر حاجه بقى فيما يخص المداخله، حضرتك اتكلمت على شوبير وبتاع والسواق بتاعه ومش كل ده، ما يعني ملناش دعوه بيه احنا هنا في القناه، ولا نادي الزمالك له دعوه بيه. هو مال حضرتك يا سيادة المستشار ومال السواق بتاع جمهور نادي الزمالك، انا اسف، جمهور نادي الزمالك ماله، مال جمهور نادي الزمالك وان شوبير رافع قضية شخصية على مرتضى منصور، قضية شخصية ما بينهم هما الاتنين، مال نادي الزمالك وقناة نادي الزمالك بالموضوع ده؟ احنا مالنا كجمهور؟ يعني انا مالي؟ هو حضرتك ليه بتصفي حساباتك الشخصيه وقضاياك الشخصيه على قناه نادي الزمالك الرسميه، وبتزج باسم نادي الزمالك في قضاياك ومعاركك الشخصيه؟ احنا مالنا؟ احنا مالنا؟ احنا مالنا؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، حضرتك قلت احمد جمال والكوافير اللي تحت بيتهم، برضه احنا مالنا؟ برضه احنا مالنا؟ يعني النهارده جمهور نادي الزمالك هيستفيد ايه من الكوافير اللي تحت بيت احمد؟ احنا مالنا؟ دي قناه نادي الزمالك يا جماعه، دي قناه نادي الزمالك يا جماعه، اوكي ولا مش اوكي؟ ده التالته، وديت الاهم، ان لما يتم الهجوم علنا كده على السيد المحترم ايمن سالم رئيس قناة نادي الزمالك ورئيس مجموعة قنوات اون سبورت، ده شيء غير مقبول، شيء غير مقبول. ايمن سالم ممكن ما يقدرش يطلع يرد لانه بيشغل منصب حساس ومهم، وقال لك الحساب معاه ومش الحساب معاه، وبعت فيديو وعمر الايوبي عاوز ينزله وهو قال له لا ما ينزلش وبتاع، طب ما تروح تقعد مكانه، ولا هو عشان الراجل مؤدب، ولا هو عشان الراجل محترم، ولا هو عشان الراجل مش غلط، ولا هو عشان الراجل بيحاول يحتوي الناس، ولا هو عشان الراجل بيحاول يمشي المركب، ولا هو عشان الراجل بيحاول ما يزعلش جمهور نادي الزمالك، ولا هو عشان الراجل ماسك اكتر من قناه في وقت واحد؟ لا لا، انا برضو هنا مش في موقف ان انا دافع عن ايمن سالم او الاستاذ المحترم ايمن سالم، انما انا اعرفه كويس واعرف شخصيته واعرف تربيته واعرف بيئته واعرف فكره واعرف كل ده. عيب تطلع تهاجمه كده وهو لا يمتلك حق رد. عيب، عيب ان انت تطلع تنتقد رئيس القناه بالمنظر ده، خاصه اذا كان انسان محترم. علشان ننهي الحلقة، فايلر بيخلع من النادي الاهلي بالطريقة، بيقدم مهلة للنادي الاهلي 10 ايام لو لم يتم استئناف بطولة الدوري خلالهم، فهو يعتبر عقده ايه؟ لاغي، لان عقده ينتهي في 1/7 الايه؟ القادم. وانا بقول لحضراتكم يعني احساسي كده، احساسي بالمنظر دوت انه ايه؟ انه يعني مش هيكمل في النادي الاهلي. فرجاني ساسي معشوق جمهور نادي الزمالك بيرحب ان هو يجدد لنادي الزمالك، وعايز يحط شرط جزائي في التجديد بتاع العقد 2 مليون
دولار. كريم البركاوي لاعب حسنية أغادير هيبقى هو كلمة السر في إن سيرينيو يجي النادي الأهلي من عدمه. ليه؟ لأن الراجل دوت مرشح إنه يروح سان داونز. لو راح عدد الأجانب اللي هناك هيبقى كبير، فبالتالي ممكن جدا بعد التجديد لسيرينيو عشان سان داونز يبقى ليهم حق البيع بتاعه. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على نبينا محمد، ممكن يبقى موجود في النادي الايه؟ موجود في النادي الاهلي. انباء تسريبات سموها زي ما تسموها، على ان في حالتين كورونا اتوجدوا في النادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ طلع نفى هذا الكلام جمله وتفصيلا، سامي قمصان نفى هذا الكلام جمله وتفصيلا. نادي الاهلي من المفترض ان هو هيبتدي التدريبات يوم الاربعاء اللي جاي، هيبان اذا كان هذا الكلام صح من عدمه ولا اشاعات بتترمي في السوق وخلاص. ليه هيبان؟ لان النادي الاهلي هيبتدي يوم الاربعاء اللي جاي، لو في لعيبه عندها كورونا مش هتيجي التمارين لانها تتحط تحت العزل 14 يوم، مش كده ولا ايه؟ صح بالعقل وبالمنطق. فهو خلاص ما ضيف ايام ربنا، مين يعني كلام بعد بكره هيبان. انما دي حاجه موجوده، فبالتالي لابد ان احنا نطلع نتكلم عليها ونقولها. والكابتن سيد الحفيظ طلع ايه؟ طلع ما فيها. اوكي حلقه النهارده كده خلصت معانا، عذرا على الاطاله، انما هنعمل ايه بقى؟ يعني الشيء بالشيء يسر. بكره بمشيئه الله تعالى في نفس ذات الموعد وفي نفس ذات الميعاد، اخبار جديده، اخبار حصريه، فقره الرد على المستشار وفقره العصفوره. دول هيبقوا فقرتين اساسيتين موجودين معانا. تابعنا، فعل الجرس لو مش مفعله علشان يوصلك كل ما هو جديد. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اسال الله سبحانه وتعالى انه يتجاوز عني وعنكم وعن اخطائنا ان كنا وقعنا في اي خطا من الاخطاء في الحلقه، فنسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه، وانه سبحانه وتعالى دائما وابدا يسددنا ويسدد خطانا في قول وفعل كل ما يرضيه كرب، وليس كل ما يرضي اي بشر من البشر. فاستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.